السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابي وإخواني وأخواتي. هذا التسجيل أنا أرسله رسالة الشكر لكل من سأل عني. رأيت أن ما شاء الله مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات كلهم شاركوا منشوري وأنا مريض ودعوا لي بالشفاء، فجزاكم الله جل وعلا خيرا بالآلاف بفضل الله عز وجل. بل الدعاء والدعوات بالآلاف بفضل الله سبحانه وتعالى. وزارني الإخوة من كل مكان بفضل الله، واتصل الإخوة من كل مكان. وأعتذر لكل من لم أرد عليه سواء من رسائل أو مكالمات، فجزاكم الله جل وعلا خيرا. هناك من تكبد عن السفر وجاء من مسافة بعيدة، فجزاه الله وجزاكم الله تعالى جميعا خيرا. إخوة وأخوات، الحمد لله صحتي طيبة بفضل الله جل وعلا، وما هي إلا مرحلة نمر منها، وبإذن المولى جل وعلا نستمد ونسترجع نشاطنا وقوتنا بتوفيق الله عز وجل. نصيحتي لكم إياكم ثم إياكم أن تسيروا في طريق الظلم، ثم إياكم أن تقصروا في حقوق واجبات. الدماء عليك لله جل وعلا، وانتظر الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تقاعس بخذلان فلان أو ربما عدم تقدير فلان، فأنت تتعامل مع الله جل وعلا وحسابك على الله سبحانه وجل في علاه. هذه وصيتي ونصيحتي للإخوة والأخوات. الحمد لله صحتي الآن بفضل الله جل وعلا تتحسن، وكما قلت ما هي إلا مرحلة بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله العلي القدير، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينصرنا على شياطين الإنس والجن، وأن يحفظ أبداننا من كل عين وحسد ونفس خبيثة وسحر. اللهم آمين آمين. وأن يرزقنا الطاقة والقوة، وأن يحفظ أبناءنا، آمين آمين. وأن يجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة، آمين آمين. فإن شاء الله يكون لنا بث بإذن الله تعالى قريبا نوضح فيه مسائل كثيرة، وكيف يكون السير بتوفيق الله عز وجل، سواء هنا في المغرب في الدار البيضاء أو في غيرها من المدن، أو كما وعدتكم إن شاء الله تعالى خارج المغرب. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ودعواتكم لي بالتوفيق، ودعواتي لكم إن شاء الله بالشفاء والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.